عشرة وسابعة من الميادين، سلام الله عليكم وإلى عناوينها. غرفة العمليات العسكرية في حلب التي يديرها ضباط من الموساد وضباط أمريكيون وبريطانيون وأتراك وسعوديون وقطريون قصفت بصواريخ كليبر الروسية. الجيش السوري في استهداف قافلة مساعدات إلى حلب، ووزارة الدفاع الروسية تؤكد أن لا مؤشرات على استهدافها. قوات العراقية تحرر عددا من القرى في قضاء الشرقات وتتقدم إلى مركز المدينة. شهيد فلسطيني برصاص الاحتلال في الخليل، وتل أبيب تتحدث عن إسقاط طائرة لحماس فوق غزة. كشفت وكالة سبوتنيك الروسية عن وجود غرفة عمليات تدير عمليات المسلحين في حلب وإدلب، وتضم 30 ضابطا قياديا من الموساد والأتراك والأمريكيين والسعوديين والقطريين والبريطانيين. ووفق الوكالة فإن 3 صواريخ من طراز كليبر أطلقتها السفن الروسية مؤخرا استهدفت غرفة العمليات المسلحين في دارة عزة غرب حلب، لتشير إلى أن المكان المستهدف هو في منطقة جبل سمعان الجبلية القاسية وتحوي المغارات القديمة. في الأثناء نفى الجيش السوري استهداف طائرات قافلة مساعدات إلى حلب، كما أكدت وزارة الدفاع الروسية أنه بعد دراسة الفيديو لم تثبت إصابة قافلة المساعدات الأممية في سوريا بقذائف، لافتة إلى أن طائرات روسية مسيرة رافقت قافلة المساعدات الأممية حتى وصولها. استغربت الوزارة أن تزامن حادثة استهداف المساعدات مع الهجوم الواسع للمسلحين في تلك المنطقة. حول هذه التطورات معي هنا في الاستوديو مدير مركز دال للاعلام الاستاذ فيصل عبد الساتر. استاذ فيصل اسعد الله مساءك. بدايه ناتي على الخبر الاول على ذمه سبوتنيك وهذا الاستهداف، هل ترجح فعلا انه تم بالفعل استهداف مثل هذا المكان، وماذا يمكن أن يكون الرسالة التي وجهها الروس إذا كان هذا الخبر صحيح؟ يعني قبل أن نأتي إلى تحليل الخبر، أولا شكرا للاستضافة. حياك الله. قبل أن نأتي إلى تحليل الخبر علينا أن أيضا أن يعني نبحث عن المصدر. هذا المصدر يعني هو وكالة سبوتنيك الروسية، وبالتالي هذه الوكالة إذا كان لديها مصداقية فإن مصداقيتها تكون من مصداقية الدولة التي تنتمي إليها. وعندما نتحدث أن سبوتنيك الروسية قد جاءت بهذا الخبر، فمفترض أنها تستند إلى وزارة الدفاع الروسية أو إلى القيادة العسكرية الروسية. حتى الآن لم ينفي الروس هذا الخبر، ولم يعني يتأكد من مصادر أخرى، لكن هو الخبر بحد ذاته ليس جديد على المتابع ما يجري في سوريا. يعني ليس جديدا أن يكون هناك موساد أو أن يكون هناك أمريكيون أو قطريون أو سعوديون أو بريطانيون. يعني غرف العمليات بحد ذاتها موجودة. غرف عمليات موجودة. سبق لطائرات ما يسمى بالتحالف الأمريكي أن قصفت في إدلب غرفة عمليات، سبق لغيرها أيضا من الطيران الروسي أن قصفوا غرف عمليات. ما يجري في الجنوب السوري هو غرفة عمليات دائمة تقودها الأردن عبر بعض الدول الأخرى، وأيضا العدو الإسرائيلي يقود غرفة عمليات واضحة. إذن الخبر من حيث المضمون ليس جديدا. يعني أنا فقط أريد أن أسأل أستاذ فيصل، غرف العمليات فعلا يعني الموك معروفة، تقارير كثيرة غربية وعلنية وعلنية تحدثت عن وجود عدد من الضباط من أكثر من دولة عربية وغير عربية، لكن داخل الجغرافيا السورية يعني في الشمال دارة عزة مثلا على سبيل المثال، غرب حلب، هنا هل أيضا هناك موساد وأتراك وقطريين و ضباط؟ طبعا يعني كان هناك العديد من هؤلاء، لكن ربما لا يكونوا مندرجين في إطار غرفة عمليات بحسب المعلومات السابقة. الآن نحن أمام تطورات مختلفة أستاذ كمال. ما يجري الآن في الشمال التركي ربما يستدعي من كثير من الأطراف إعادة النظر بكل ما يجري، وبالتالي ممكن أن تكون هذه الغرفة غرفة حقيقية بالمعنى الرسمي والدقيق للكلمة. لكن أيضا ممكن أن نقول أن يعني البعض من هؤلاء
هؤلاء يأتون بصفة استشاريين، لأن المجموعات الإرهابية المسلحة كل لديها علاقات مع هذه الدول. التركية تتبنى مجموعة، السعودية تتبنى مجموعة، بريطانيا، يعني هؤلاء أبناء بالرضاعة وأبناء بالتبني لكل هذه الدول، وبالتالي إذا ما احتاجوا إلى شيء من الحليب فسوف تأتي هذه الدول وتقدم لهم شيء من الحليب يعني بين قوسين. طيب في هذا فيصل، هذا ما يفسر بأن الولايات المتحدة لم تستطيع، إذا ما يعني ذهبنا بهذه النظرية، لم تستطيع أن تؤثر أو يكون لها نفوذ على المجموعات المسلحة لأنها بحاجة لدول إقليمية وهذه الدول لا تريد؟ يعني مرة نقول لا تستطيع ومرة نقول أنها لا تريد. أنا أعتقد أن الصائب أنها لا تريد، يعني وهذا ديدن السياسة الأمريكية خصوصا فيما انتهجته في السياسة في الأزمة السورية منذ اندلاعها. الأمريكيون غير صادقين. ربما كان الروس للحظة من اللحظات يعني ربما يبنون جسورا من الثقة مع الأمريكي في أكثر من جولة، في أكثر من لقاء ما بين سيرجي لافروف وجون كيري، لكن الواضح الآن أن الروس نفذ صبرهم، وبالتالي التصريحات التي يعني بدأنا يعني نسمعها وبدأت تكال من الطرفين كل يتهم الآخر تدل على عمق الهوة بينهما على خلفية ما يحدث في سوريا. يعني أستاذ كمال، لا أحد يستطيع أن يستغبي الرأي العام بعد اليوم. يعني هل يقنعنا أحد أن ليس باستطاعة الأمريكي أن يحدد ما الذي جرى اليوم في قافلة المساعدات على سبيل المثال؟ أنا كنت سأسأل هذه النقطة، يعني طبعا ما الذي جرى؟ هل يستطيع أحد أن يستغبي أن الروسي ليس بقادر الآن على تحديد ورصد كل ما يجري، وبالتالي إذا كانت هذه الطائرات قصفت عن خطأ أو عن عمد؟ يعني طبعا يعني أنا باعتقادي أن ثمة شيء يجري في الأرض السورية وكأن الجميع لديه دور معين. الآن الروسي يقول بالفم الملآن منذ يومين وثلاثة، قال أن المجموعات المسلحة في حلب تحضر لعمليات عسكرية كبيرة، جاءت هذه التطورات لتدلل بدون أدنى شك أن هؤلاء لا يريدون لا هدنة ولا اتفاق ولا أي شيء آخر. المراد بالنسبة للأمريكي هو سياسة تقطيع الوقت، لا يريدون أخذ قرارات استراتيجية، فضلا عن أنهم لا يستطيعون أو لا يريدون. طب أستاذ لكن فيصل، أقول أن سياسة تقطيع الوقت هي أصبحت لازمة من اللوازم حتى الأمريكية. رحيل الإدارة الحالية بالتأكيد، حتى رحيل تقطيع الوقت، لا ليس فقط تقطيع لرحيل الوقت الإدارة، لا هذه أيضا ربما لا أوافق عليها. يعني الموضوع بالنسبة للأمريكي هو تدمير سوريا، وسياسة تقطيع الوقت هي تدمير سوريا. طيب فيما يتعلق بقافلة المساعدات، شو ما هو التفسير لديك أستاذ فيصل لما جرى هذا اليوم؟ يعني روسيا تقول بأنها درست الفيديو ولا يوجد ما يثبت هناك قافلة استهدفت بالفعل، من استهدفها ولماذا حتى الآن وكيف؟ حتى الآن ليس لدينا معطى حقيقي ودقيق عما بالتحليل جرى. لكن نعود إلى السياق التحليلي لما سبق دخول قافلة المساعدات. كان هناك هدنة أعلنت في عيد الأضحى، اتفق عليها على مضامين معينة. الأمريكي لم يقبل أن تنشر هذه البنود لأسباب وأسباب متعددة. قد يقول قائل أن هذه الأسباب تحرج الإدارة الأمريكية، قد يقول قائل أن هذه الأسباب ربما تحرج أطرافا آخرين وخصوصا من الحلفاء الذين كانوا يراهنون على أن أمريكا هي رأس الحصان بالنسبة إليهم. دعنا من البنود، وربما كان هناك بعض التسريبات في هذا الإطار ممكن أن نتحدث عنها، لكن أعود إلى سياق الخبر الأساسي أن هذه المجموعات المسلحة لم تلتزم بما يعني جاء في بعض البنود. تراجع الجيش السوري من منطقة الكاستيلو تقريبا 2 كيلومتر أو 3 كيلومتر، لكن هذه المجموعات لم تعد انتشارها، لم تعد تموضعها، وبالتالي كان لديها نوايا مبيتة. فورا أعلن من قبل مجموعات وازنة من هذه المجموعات الإرهابية التي تنتمي بالرضاعة وبالولادة وبالتبني لتنظيم القاعدة أنها لا تريد الهدنة، منها أحرار الشام ومنها فتح الشام. لكن هذا لا يعكس موقف دول في الإقليم تدعم هذه الجماعات؟
بالتأكيد. يعني هذه الجماعات يعني عندما آخر شيء لديها مرجعية في مكان ما، لا يوجد جماعات هكذا. يا سيدي المرجعية الواضح أن هذه الدول لم تضغط في أي اتجاه من هذه الاتجاهات. الولايات المتحدة الأمريكية كانت تشترط على الدولة السورية أن لا تفتش القافلة، وبالتالي لا يمكن للدولة السورية أن تقبل بانتهاك سيادتها أكثر من مرة، وهي يعني لا تستطيع أن تخبر الرأي العام السوري عما يجري. كان هناك شرطا واضحا من الدولة السورية أن تكون هذه القوافل، أو روسيا أيضا طالبت بأن تفتش هذه القوافل من جهة محايدة. لو اعتبرنا أن هناك جهات محايدة فيما يجري في سوريا ممكن أن تفتش هذه القوافل، لكن الأمريكيون رفضوا، وأن هذه القوافل سوف تختم بالشمع الأحمر، وكأنهم يعني يريدون انتهاك سوريا بالقرار السيادي وبكل شيء، ويدخلون ما يشاءون دون أن يكون هناك أي حساب وأي رقيب. لذلك جاءت هذه القضية، وأنا أتيقن أو ربما موقن ولدي يقين كامل أن هذه القضية مفبركة لإدارة ما سيأتي بعدها. يعني بمعنى ما أن هذا ملف أيضا وضع الآن على جدول الأعمال لكي يبدأ الكماش من نوع آخر بين الروسي والأمريكي مجددا. نعم. وهذا ما فعلته أمريكا في كثير من الجولات السابقة. يعني عندما استحضرت الكيميائي على سبيل المثال يعني في جلسة ماضية. يعني فيصل أن تعود الأطراف إلى الميدان من جديد؟ أنا والاتفاق الأمريكي الروسي انتهى؟ أنا لست مرجحا، بل أنا متأكد أنه لا يمكن أبدا لأي هدنة سياسية أن تمشي في هذا الإطار إلا إذا كان فعلا هناك نوايا حقيقية لدى الأمريكي. الآن النوايا لدى الأمريكي غير موجودة، ولو كان فعلا هناك نوايا حقيقية وصادقة لنسق الأمريكي مع الروسي، ولا ما قصف دير الزور وقصف الجيش العربي السوري، وهذا واضح وإشارة واضحة على أن الأمريكيين لا يريدون. استمرار المعارك في سوريا تحت مسميات متعددة. طيب تزامن ذلك، وحتى نختم هذا الحوار، سواء موضوع القافلة، لأن الاستهداف الذي تحدثنا عنه أو تحدثت عنه وكالة سبوتنيك، كل هذه تطورات ميدانية تترافق مع اعتداءات إسرائيلية على الأرض السورية، رد سوري شاهدناه أيضا، موضوع دير الزور، هناك 38 مليار دولار قدمتها الولايات المتحدة كصفقة سلاح للعدو لإسرائيل. هنا نتحدث عن يعني دائما هناك بدائل للاتفاق لدى هذه الأطراف. هل لدى الولايات المتحدة الأمريكية ما يحكى عن خطة سرية أو خطة باء تريد تنفيذها في سوريا، أم هي حالة استعصاء فقط، الذهاب إلى الميدان والمزيد من الاستنزاف؟ لا شوف، يعني خلينا نكون أكثر تبسيطا لهذا الموضوع. موضوع خطة A وخطة B أعتقد أنها أصبحت خلف الظهور، لأنه أساسا الخطة هي متكاملة، مرة تكون بالوكالة، ومرة تكون بالأصالة، مرة بالتدخل المباشر، ومرة بدفع المجموعات إلى فعل ما يمكن أن يكون هو انهيار شامل على كل الجبهات في سوريا. وهذا بحد ذاته ربما جعل من قدرة الجيش السوري إلى حد ما مشلولة في الاستنزاف الكامل على جميع الجبهات. لكن دعنا نقول بشكل واضح أن الموضوع من الناحية الجنوبية، يعني هذا خط أحمر لن يقبل به أي أحد حتى لو كان هناك حرب عالمية ثالثة. يعني بمعنى آخر وبمعنى واضح، إذا كانت إسرائيل تمني النفس بأنها ستدخل على خط الأزمة السورية بشكل مباشر وبشكل كبير عبر احتلالها أو عبر وجودها في المنطقة الجنوبية، فهذا سيشعل حرب عالمية لا أحد يعلم من أين ستأتي الصواريخ على إسرائيل. وهذا رد واضح من المقاومة أولا، ومن الجيش السوري، ومن الحلف الذي يعني لم يعد لديه أي ذريعة في أن يبقى ساكتا. نعم، السيناريوهات يعني إذا كانت مفتوحة يعني. طبعا السيناريوهات مفتوحة على الكل. وإذا كان الإسرائيلي يظن نفسه أنه لم يقتنع بالرسالة الماضية بمعنى القصف المباشر والتصدي المباشر، وهو يجرب حظه مرة أخرى لعله ربما يحقق نتائج، أعتقد أنه واهم وهو مصاب بتضخم كبير. نعم، شكرا جزيلا لك أستاذ فيصل عبد الساتر مدير مركز دال للإعلام لحضورك هنا في الاستوديو.
الكرملين رأى أن الأمل بتجديد الهدنة في حلب ضئيل، ولا سيما أن الوضع يشهد توترا. المتحدث باسم الرئاسة الروسية أشار إلى أن الولايات المتحدة لم تلتزم تفاصيل اتفاق الهدنة، ولا سيما ما يتعلق منه بفصل المعارضة على النصرة، ليشير إلى أنه لاستئنافها يجب على الإرهابيين وقف إطلاق النار، وأن على الأمريكيين الكف عن قصف الجيش السوري عن طريق الخطأ. إلى نيويورك، حيث اتفقت المجموعة الدولية لدعم سوريا على وجوب استمرار وقف إطلاق النار في سوريا بموجب الخطة الأمريكية الروسية رغم استمرار العنف. المجموعة تحدثت عن وجود صعوبة في الفصل بين النصرة وفصائل المعارضة المعتدلة في سوريا. وزير الخارجية الأمريكي جون كيري رأى أن وقف إطلاق النار في سوريا لم ينتهي رغم استئناف القصف، مؤكدا أنه سيلتقي لافروف مجددا هذا الأسبوع. وزير الخارجية البريطانية وعقب لقاء المجموعة الدولية قال أن الخيار الوحيد لإنهاء العنف في سوريا هو الاتفاق الروسي الأمريكي، فيما رأى المبعوث الدولي إلى سوريا ستيفان دي مستورا أن الاتفاق الأمريكي الروسي تضرر بشكل كبير لكنه لم يمت. في المقابل قال وزير الخارجية الفرنسي أن المفاوضات الأمريكية الروسية حول سوريا بلغت منتهاها. معي من نيويورك مراسل الميادين نزار عبود، تضعنا في أجواء هذه التصريحات وإعادة إحياء الاتفاق الأمريكي الروسي أو الهدنة التي تبدو تترنح في هذه الأثناء. طاب أوقاتكم. طبعا أخي كمال، هذا الوضع يتوقف على ما يجري على الأرض. كان هناك فرصة تاريخية لأن يتوقف القتال فعليا في سوريا خلال الأسبوع الماضي، لكنه انتهى أمس دون أن يتوقف لحظة واحدة بالنسبة للكثير من المجموعات التي أعربت عن أنها لا تريد الالتزام بالهدنة. بالتالي أعتقد أن التمنيات التي خرجت من هذا الاجتماع اليوم كانت مجرد تمنيات ربما تتعزز لاحقا ببعض الاتفاقات، لكنها في الوقت الحاضر تنتظر اجتماع الغد لمجلس الأمن الدولي والذي سيتحدث فيه بان كي مون وستيفان دي مستورا، وأعتقد أنهما سيركزان على الناحية الإنسانية أكثر من أي شيء آخر. طالما أن الروس والأمريكيين لم يتفقا على قرار بشأن الاتفاق، كانت الولايات المتحدة فعليا تريد أن يخرج هذا الاتفاق بشكل دولي يكون معترف به وكوثيقة رسمية، لا وافقت على دراسة مشروع قرار طرحته روسيا الأسبوع الماضي ولم يتم الاجتماع بشأنه. فالولايات المتحدة لا تريد أن تكشف أوراقها تماما، وبالتالي هذا الاجتماع اليوم كان مجرد نوع من رفع العتب. كان هناك شركاء خليجيون، قطر، السعودية وغيرها في هذا الاجتماع، وكان الأمريكيين يريدون أن يخرجوا فيه كما لو أنهم يقدمون شيء، لكن واقع الحال يتحدث عن مأزق فعلي وأزمة حقيقية بالنسبة للمسار. لكن هل البديل هو العودة إلى القتال والحرب المفتوحة؟ أعتقد أن هناك إدارة للأزمة أكثر على المستويات الميدانية والمستويات السياسية كما يرى بعض المحللون هنا. ليس هناك انفجار كبير، لكن ليس هناك اتفاق وهدنة فعلية. نعم، شكرا جزيلا لك نزار عبود مراسل ميادين، كنت معنا مباشرة من نيويورك. عمليات عسكرية لتحرير المناطق الخاضعة لسيطرة داعش أعلنتها الحكومة العراقية في ثلاث جبهات منفصلة في الأنبار وصلاح الدين، وأثمرت عن تحرير العديد من القرى والمواقع الاستراتيجية. تقرير محمد الفهد. في ثلاثة محاور منفصلة أعلنت الحكومة العراقية انطلاق عمليات التحرير: جزيرتا الرمادي وهيد في محافظة الأنبار، وقضاء الشرقاط في محافظة صلاح الدين، مناطق أصبحت مسارح للعمليات العسكرية بمشاركة الجيش العراقي والحشد العشائري والشرطة الاتحادية والمحلية وبإسناد من سلاح الجو العراقي، وأثمرت عن اقتحام مداخل الجزيرتين في الرمادي وتحرير المجمع السكني لشركة الحضر العامة وقرية المسيحلي والعيثة وجميلة وخدعان في قضاء الشرقاط. يعني الأجهزة التنفيذية بما فيها الجيش أولا والشرطة ثانيا والقوات المشاركة من حشد ومن عشائر معها أصبحت تمتلك زمام المبادئ والقوة بعد تحرير الرمادي وتحرير الفلوجة وتحرير المناطق الأخرى وتحرير أيضا القيارة، أصبحت تمتلك المبادرة والقدرة على أخذ زمام المبادئ في الهجوم.
أهمية استراتيجية تتمتع بها المناطق التي يجري تحريرها، فجزيرة الرمادي تعد مصدر التهديد لمركز المحافظة والمناطق المحررة الأخرى، فيما تعد جزيرة هيت مركز الخطر الذي يهدد هيت والبغداد وحديثة. أما الشرقاط فتحريرها يعني الإمساك بأهم مفاتيح تحرير الموصل عبر تأمين طريق الإمداد نحو المدينة. واليوم الانطلاقة الصحيحة لقطع متون وأذرع تنظيمات داعش عبر خطوطها وإمدادها اللوجستي عبر صحرائي جزيرة الخالدية، فشرق الرمادي، فالبغدادي، فهيت، ثم انطلاقا إلى صحراء جزيرة الموصل التي تتوارد معها تنظيمات داعش عبر صحرائها في الحدود العراقية السورية. وبحسب غرفة العمليات المشتركة فإن المناطق المستهدفة باتت شبه خالية من السكان بعد فتح ممرات آمنة في وقت سابق وهروب المئات خارجها، الأمر الذي سيساهم بسرعة الحسم وفق المتخصصين في مجال الأمن. للمرة الأولى منذ انطلاق معارك التحرير ضد داعش قررت الحكومة العراقية انطلاق عملياتها بالتزامن في ثلاث جبهات لأسباب تتعلق بتراجع قوة داعش واتباعه أسلوب الانسحاب في كل مرة من المناطق التي يسيطر عليها بحسب المراقبين. محمد الفهد، بغداد، الميادين. الأهمية الاستراتيجية لمنطقة الشرقاط ولجزيرتي الرمادي وهيت في الأنبار في هذا العرض لزهراء الديراني. أهلا بكم. مدينة الذئاب، هكذا تعني كلمة الشرقاط في اللغة الأشورية. يقع قضاء الشرقاط شمال محافظة صلاح الدين، يقسمه نهر دجلة إلى نصفين ويتوسط ثلاث محافظات. يبعد عن جنوب نينوى 115 كيلومترا وعن شمال تكريت مركز محافظة صلاح الدين نحو 125 كيلومترا، كما يبعد عن غرب كركوك نحو 100 كيلومتر. يقطن الشرقاط نحو ربع مليون نسمة. من ثلاثة محاور انطلقت عملية تحرير القضاء بحسب ما أعلن المتحدث الرسمي باسم الحشد الشعبي أحمد الأسدي. المحور الأول من قاعدة القيارة باتجاه الجنوب الشرقي، والثاني من تلول الباج باتجاه الشمال الشرقي، أما المحور الثالث فمن تلول الباج باتجاه الشرق. جزيرة الرمادي وهي بحسب القادة الميدانيين خاصرة أمنية رخوة تؤثر سلبا في أمن مركز الرمادي والمناطق المحررة القريبة منها كجزيرة الخالدية وصولا إلى الفلوجة. وتعد جزيرة الرمادي منطقة صحراوية مفتوحة على باقي المناطق وصولا إلى الموصل والحدود السورية، وكان تنظيم داعش قد اتخذ منها نقطة ارتكاز لاستهداف مركز الرمادي. أما إذا توجهنا غربا إلى جزيرة هيت فإنها تمثل تهديدا لقلب منطقة هيت المحررة، فمن هذه الجزيرة يستهدف داعش المواطنين بواسطة القذائف ويحاول السيطرة على طرق الإمداد الغذائية والعسكرية التي تصل إلى داخل المدينة، كما تلقي هذه الجزيرة بظلالها السلبية على مدينة البغداد، وبالتالي فإن تحريرها يعني تأمين جزيرة الخالدية ومركز الرمادي والفلوجة، كما يمثل تحرير جزيرتي الرمادي وهيت استكمالا للعمليات العسكرية وإبعادا لخطر داعش عن المناطق المحررة. النشرة مستمرة وفيها بعد الفاصل. مونسانتو وباير، اتحاد شركات عابرة للقارات يهدد أسواق الغذاء العالمية. مجددا حياكم الله. حذر الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون من أن فرص حل الدولتين تتضاءل، ولا سيما مع التوسع الاستيطاني وزيادة الانقسام الفلسطيني خلال السنوات العشر الأخيرة وفق تعبيره. وفي افتتاح أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، رأى أن اللاجئين يواجهون الكراهية ولا سيما المسلمون بسبب الصورة النمطية عنهم. استشهد الفتى الفلسطيني عيسى الطرايرة البالغ من العمر 16 عاما برصاص قوات الاحتلال في بني نعيم في الخليل صباح اليوم. وسائل إعلام إسرائيلية تذرعت بأن الفتى حاول تنفيذ عملية طعن لم تؤدي إلى وقوع إصابات. الخليل أيضا
شهدت أمس استشهاد شابين برصاص الاحتلال بذريعة تنفيذهما محاولة طعن في الحرم الإبراهيمي. بحثا عن فضح الاحتلال وإبراز وحشيته، يعمل المصور الفلسطيني عز الدين الزعنون على رفع قيمة الحياة في غزة. الكاميرا سلاحه لإبراز ما خفي من تفاصيل بجمالياتها وأحزانها. يحمل المصور الفلسطيني عز الدين الزنون في عينيه موهبة بصرية فائقة الحساسية. عندما يرفع الكاميرا إلى عينيه يجذب إلى عدستها تلك التفاصيل التي قد تغيب عن البعض لرماديتها وهامشيتها، فإذا به ينطقها معنى وتعبيرات تصل إلى حد إثارة الانفعالات تبعا لمضمون الصورة. المصور عز الدين ومن دون أن يتخلى عن ملاحقة الحدث ولا سيما فضح جرائم الاحتلال ووحشيته، يبعث عبر الكاميرا بقصص من غزة تلامس الوجدان وتحرك الضمير وتستدعي التفكير، تارة بما خلفه الاحتلال من تفاصيل الحياة الغزاوية، وطورا في الفناء الخلفي لحياة الناس أفرادا وعائلات. من بين مئات الصور التي التقطها يهتم المصور عز الدين الزنون بملاحقة الأطفال في أحوالهم وحاجاتهم ومعاناتهم وفرحهم، على غفلة منهم وفي مواجهاتهم أحيانا يلتقط هذا المصور الشاب التعبير والسلوك العفويين، يلامس البراءة في لحظة الخوف أو الغضب، وطبعا فيما يتوافر من لهو وفرح. بهذا المعنى يعمل المصور الفلسطيني على تأريخ اللحظة بتفاصيلها ومعانيها، ويصور كما لو أنه هو جزء من المشهد، بمعنى أن الصور التي يلتقطها لناس غزة وحكاياتهم هي صوره وحياته بما فيها من شغف وإبداع. معي الآن مباشرة من غزة المصور الفلسطيني الأستاذ عز الزعنون. أستاذ عز، أسعد الله مساءك بداية، وكنا نعرض هذه الصور لحياة الفلسطينيين بعفويتها وحياتها بشكل كامل، وهنا أبدأ بسؤال عن ماذا تمثل الصورة بالنسبة لك، ولماذا اخترت الصورة وما فيها من رسائل؟ إن شاء الله مساءكم من هنا من قطاع غزة. حياك الله. الصور طبعا يعني هي الرسالة الأكبر في الوقت الحالي للوضع الراهن في قطاع غزة، للوضع اللي بنعيش في قطاع غزة. من خلال ما بلتقط الصور بحاول أوصل للناس الحياة الحقيقية في قطاع غزة، سواء كانت من فرح أو من معاناة أو من حياة يومية هنا في قطاع غزة المحاصر. يعني من خلال هذه الأشياء بحاول أوصل للعالم إنه هي قطاع غزة بشكل حقيقي، لاسيما إنه في كثير من العالم الخارجي هو يعني في غير دراية عن الوضع الحقيقي في قطاع غزة. ما خلفته من حروب إسرائيلية على القطاع، ثلاث حروب إسرائيلية كانت كفيلة بإنه تخلي القطاع كجسد بلا روح. طيب ماذا تطمح أستاذ عز أن تصل بهذه الصور في نهاية المطاف؟ يعني بحاول أوصل رسالة للعالم، بحاول أوصل رسالة للعالم الأجمع العربي والغربي، لأنه يعني إحنا هنا في قطاع غزة ناس طبيعيين، ناس عاديين جدا، ناس بسطاء جدا. أطفالنا يعني رغم كل المأساة إنه يعني في أوقات معينة في لحظات فرح وفي لحظات هيك لحظات يعني حزينه بيض برضه، وفي يعني اكثر من جانب في القطاع. بحاول اوصل للعالم انه ليش لحتى الان احنا محاصرين، ليش احنا لليوم نعامل معامله السجن في قطاع غزه. يعني هذا شيء يعني بخليني لما انا بشوف الصوره كاني عايش جوا، لان انا عايش نفس المعاناه وعايش نفس الشيء اللي بعيش الاطفال والنساء والرجال والجميع يعني في قطاع غزه. هل تشعر عز بصراحة أنك وثقت كل شيء، أم أن العدسة لا يمكن أن تغني عن الوقائع؟ يعني بالتأكيد، يعني أنا مصور، وفي العديد من المصورين في قطاع غزة، في العديد من المصورين في قطاع غزة يعني، لكن رغم هيك أنه أنا ما بحس أنه أنا يعني
قدرت ان انا اوثق كل شيء في قطاع غزه. غزه يعني فيها كثير من القصص، كثير من المعاناه، كثير من الاشياء الجميله وكثير من الاشياء الحزينه، وما خلفت الحرب يعني بدنا وقت كثير لحتى نوثقه. الثلاث حروب هذول ثلاث حروب ما يعني ثلاث حروب كفيلين انه خلونا بدنا 20 سنه حتى نقدر نوصل شو عن جد شو صار هنا بشكل حقيقي. يعني اوكي كل الاعلام حكى عن موضوع الحرب عنه لكن ما حدش حكى عن شو صار ما بعد الحرب. يعني اليوم حكيت لك انا بوصف لك قطاع غزه اليوم بجسد بلا روح. يعني عندنا مشاكل في كل مزايا الحياه، يعني الاقتصاد، في المعابر، في كل شيء، لكن رغم هيك انه في حياه ومستمره، وهذا الشعب شعب قوي وشعب يقاتل من اجل حريته ومن اجل ارضه. سيد عز الزعنون المصور الفلسطيني كنت معنا مباشرة من قطاع غزة، شكرا جزيلا. في الأردن يتنافس نحو 1252 مرشحا لشغل 130 مقعدا في الانتخابات التشريعية. الانتخابات يشارك فيها حزب جبهة العمل الإسلامي، الذراع السياسية للإخوان المسلمين، وأبرز أحزاب المعارضة التي قاطعت الدورات السابقة. تقرير هبة محمود. مع ساعات الصباح الأولى بدأ اليوم الانتخابي في الأردن. في هذه المراكز سيحول الناخبون صور المرشحين المنتشرة بكثافة في الشوارع إلى أوراق اقتراعية في الصناديق تحدد شكل البرلمان المقبل بنوابه 130. هذا أول شيء واجب وطني، طالما أنا بدي الإصلاح بدي أدور على الرجل اللي بده يصلح، فلهذا السبب يعني ندعو كل المواطنين للتصويت ويختاروا الرجل المناسب في المكان المناسب. احنا عندنا بطالة وعندنا غير البطالة، عندنا اشياء كثيرة انه بلدنا بدنا ندير بالنا عليها. احنا كمان اول قبل ما يكون عندنا ناخب احنا المنتخبين المسؤولين عن بلدنا. بلغة الارقام فان عدد الناخبين يفوق 4 ملايين، حوالي 53% منهم من النساء، لكن هذه النسبة لم تنعكس في عدد المرشحين الذين بقي للرجال فيه الحصة الأكبر. 1252 مرشحا بينهم 253 سيدة و24 مرشحا شركسيا و65 مرشحا مسيحيا. وبلغة التفاصيل فإن النساء يتنافسن على 15 مقعدا وتسعة مقاعد للمسيحيين وثلاثة للشركس والشيشان. وللمراقبة فإن الانتخابات سيشرف على تنظيمها 80,000 موظف، 676 مراقبا دوليا و14,000 مراقب محلي. نحن اليوم متواجدين في هذه اللجنة لمتابعة سير الانتخابات والحرص على تعزيز الشفافية في الانتخابات وعلى العملية الانتخابية، لأيضا دعم الثقافة البرلمانية. أما بلغة السياسة فإن جماعة الإخوان المسلمين أكبر الجماعات السياسية المعارضة تشارك في هذه الانتخابات للمرة الأولى منذ عام 2007 بعدما قطعت انتخابات عامي 2010 و2013 معارضة النظام صوت واحد لشخص واحد. ووفقا للقواعد الجديدة في القانون الانتخابي الجديد يختار المقترع مرشحيه من قوائم في 23 دائرة انتخابية، أي إن النظام المعتمد حاليا هو القوائم النسبية المفتوحة. في اليمن استشهد 12 طفلا وثلاث نساء بغارة للتحالف السعودي استهدفت سيارتهم في مديرية المطمة بمحافظة الجوف شرق اليمن وفق مراسلنا. كما شنت طائرات التحالف سلسلة غارات على مديرية بني حشيش شرقي العاصمة صنعاء. قال أعضاء في مجلس الشيوخ الأمريكي أن المجلس سيصوت الأربعاء المقبل على مشروع قانون يهدف إلى منع بيع معدات عسكرية بقيمة تزيد على مليار دولار للسعودية بسبب مخاوف تتعلق بالصراع في اليمن. ويقول مؤيدو مشروع القانون أنه سيمنع بيع دبابات أبرامز وغيرها من المعدات للسعودية إذا أقره مجلس الشيوخ ومجلس النواب ووقعه الرئيس باراك أوباما.
أعلن الحرس الثوري الإيراني اعتقال إرهابيين باكستانيين في مدينة ساراوان جنوب شرق إيران قرب الحدود مع باكستان. وفق الحرس الثوري فإن الإرهابيين كانا بصدد تنفيذ عمليات تخريبية في أماكن شعبية مزدحمة، وقد ضبطت بحوزتهما قنبلتان معدتان للتفجير. أكد المرشد الإيراني السيد علي خامنئي أن العدو يسعى إلى إثارة الإحباط واليأس لدى الشعب الإيراني إزاء نظامه الإسلامي. المرشد خامنئي وخلال استقباله جمعا من المواطنين لمناسبة عيد الغدير قال إن إيران وبفضل إيمان شبابها وصمودهم ستتمكن من تركيع أعدائها ومنعهم ومنهم أمريكا والكيان الصهيوني وفق ما قال. ردت باكستان على الاتهامات الهندية بالوقوف وراء الهجوم الذي أدى إلى مقتل 17 عسكريا في كشمير. وأكد قائد الجيش الباكستاني رحيل شريف استعداد بلاده لمواجهة أي تهديد خارجي. تقرير بكر يونس. باكستان مستعدة لمواجهة أي تهديد خارجي، تصريح أدلى به قائد الجيش الباكستاني الجنرال رحيل شريف، ليكون هذا هو رد باكستان على التصريحات الهندية عقب الهجوم على قاعدة أوري الهندية الذي أدى إلى مقتل 17 عسكريا هنديا واتهام الهند لباكستان بالوقوف وراءه. إذا ما تعلق الأمر بتهديد للبلاد فالجيش والقوات المسلحة والشعب الكل سيعمل على حماية البلد. باكستان لا تقبل أي تهديد خارجي من أي جهة كانت. على صعيد الدبلوماسي كان الرد الباكستاني قويا مع تصريح وزير الخارجية سرتاج عزيز مشيرا إلى أن الهند تسعى إلى إخفاء انتهاكاتها لحقوق الإنسان في الجزء الكشميري الخاضع للسيطرة الهندية. بعض المتابعين للأزمة بين الهند وباكستان يرى أن الباب الدبلوماسي لحوار يهدئ من سخونة الوضع بات موصدا بالكامل. باكستان تحاول إشراك قوى دولية لحل الأزمة، وهذا ما قام به رئيس الوزراء من خلال مطالبته جون كيري للعب دور للوسطة بين البلدين، ولا سيما أن الهند تقوم باتخاذ جانب بغيض من السياسة. خاضت باكستان والهند ثلاث حروب كانت آخرها حرب كارغيل التي مثلت تحولا كاملا في العلاقات الباكستانية الهندية، جعلت التحرك العسكري في غاية الدقة والخطورة، وهو ما يخشى أن يكون التحرك المرتقب للتوتر القائم بين البلدين. ليست جديدة حالة العداء الباكستانية الهندية، الجديد هو خطورة المواجهات بين عدوين نوويين، الهند من جهة وباكستان وسلاحها النووي الآخذ في النمو من جهة أخرى. بكر يونس، إسلام أباد، الميادين. فر آلاف اللاجئين من مخيم موريا على جزيرة ليسوس اليونانية بسبب حريق نشب فيه، كما شهدت الجزيرة تظاهرة لمئات السكان المحليين المطالبين بنقل اللاجئين إلى أثينا. تلاحق المآسي اللاجئين من مكان إلى آخر، فروا من الموت في بلدانهم وخاضوا معاناة الوصول إلى بر الأمان لتنتظرهم متاعب إضافية على الضفة الأخرى. نحو 4000 لاجئ فروا من مخيم موريا على جزيرة ليسبوس اليونانية بعدما التهمت ألسنة النيران خيامهم من جراء حريق لم تعرف أسبابه، لكن الشرطة لا تستبعد إضرامه عمدا على يد مهاجرين. الرياح القوية أججت الحريق وجعلت السيطرة عليه أمرا صعبا في البداية، لكن مشاكل أخرى واجهت رجال الإطفاء الذين لم يستطيعوا احتواء الحريق بسبب مشاجرات بين مجموعات من المهاجرين من جنسيات مختلفة، فيما عملت الشرطة على إيواء نحو 150 قاصرا في مخيم مخصص للأطفال في الجزيرة. وكالة الأنباء اليونانية كشفت أن أعمال العنف نشبت بسبب شائعات تفيد بأن عمليات إعادة اللاجئين ستتكثف بعد ترحيل اليوناني 500 لاجئ إلى تركيا خلال الأشهر الماضية بموجب الاتفاق بين الاتحاد الأوروبي وأنقرة. أجواء التوتر تخيم على جزيرة ليسبوس ليس من طرف اللاجئين فقط، بل إن مئات السكان المحليين أيضا خرجوا في تظاهرة احتجاجا على بقاء اللاجئين في جزيرتهم وعلى سياسة الاتحاد الأوروبي في هذا الشأن، مطالبين عمدة ليسبوس بنقل اللاجئين إلى أثينا.
استحوذت شركة باير على شركة مونسانتو الأمريكية لإنتاج الأغذية المعدلة جينيا، وهي تعد من أكثر الشركات إثارة للجدل حول العالم. لا يتوقف دورها عند كونها تمثل احتكارا هائلا للغذاء على مستوى أمريكا والعالم، فهي ساهمت في الحروب الأمريكية ضد شعوب العالم بتجريد الأراضي من غطائها النباتي في فيتنام وكوبا وأفغانستان. تقرير أيمن فاضل. جرائم موصوفة تتهم شركة مونسانتو الأمريكية بتنفيذها، لكن هذا لم يخفض من شهية عملاق الصناعات الكيميائية والدوائية الألماني باير من الاستحواذ عليها مقابل 66 مليار دولار. الصفقة الهائلة تزيد من أحكام قبضة الشركات العابرة للقوميات على الغذاء في العالم أجمع. استحواذ باير على مونسانتو بيزيد احتكار شركات الإنتاج المحاصيل الزراعية الأساسية، وهو بالمناسبة احتكار عم يتضاعف بوتيرة سريعة جدا. يعني من أول التسعينات تقريبا لليوم المحاصيل المساحات الزراعية يلي مزروعة بكائنات معدلة جينيا المحاصيل الأساسية ضعفت بحوالي 100 مرة. تهيمن مونسانتو على الحصة العظمى من سوق البذار المعدلة جينيا، ويقوم احتكارها الضخم بالأساس على تطويرها تكنولوجيا إنتاج محاصيل يتعذر على المزارعين استخدام البذار المستخرجة منها. مونسانتو بحرب فيتنام هي أنتجت ما يعرف بالأيجنت أورنج اللي هو ديفولينت، اللي هو كانت تزته الطيارات على الغابات عشان يبس هالغابات يلي بيحتموا فيها كانوا الفيتكونغ المقاومة الفيتنامية. ونتائج الايجنت اورنج على الفيتناميين لليوم كارثية، لليوم بيخلق أجيال مشوهة. منذ عام 1996 انخفض عدد الشركات العاملة في إنتاج البذار المعدلة جينيا من 600 شركة إلى 100 فقط. شركة مونسانتو بمفردها استحوذت على 40 شركة مع براءات الاختراع التي تملكها، ووسعت دائرة احتكاراتها حتى وصلت إلى العراق. وألزم العراق بالتعامل مع الشركات الكبرى وأبرزها مونسانتو، وألزم أنه مثلا نصف محصول القمح بالعراق يكون يلي صارت مونسانتو تأمن البذار له، أو بالأحرى ربط العراقيين بهالمنظومة الإنتاج الاحتكارية والكارثية صحيا. صار بموجب هذا النظام حوالي نصف الانتاج العراق من القمح بيروح لنوع من الباستا المعدل للتصدير. نحن عم نحكي عن مجتمع جوع بسبب الحصار الأطلسي المفروض عليه. ومع الاستحواذ الأخير تعمق هذا النمط من الاحتكارات، ما دفع مجموعة كونكورنز الاستشارية إلى التحذير من الاندماج الأخير في ظل مؤشرات تظهر منحا تصاعديا لأسعار الغذاء طوال العقد الماضي، وخفضا لأرباح المزارعين خصوصا في دول الجنوب. يصارع الفلسطينيون في مدينة عكا سلطات الاحتلال للحفاظ على بقائهم فيها، إذ تسعى السلطات الإسرائيلية إلى القضاء على أبرز ملامح وعراقة وأصالة المدينة متذرعة بالمشاريع التطويرية. تقرير هناء محميد. يقطن داخل أسوار عكا القديمة نحو 4500 فلسطيني. بعض المعطيات تؤكد أن عددهم كان قبل 5 سنوات فقط ضعف ذلك. العكاويون يقولون إن عملية تهجير بطيئة تجري ضدهم، فهذه البيوت التي يزيد عمر بعضها عن 500 عام استولت على معظمها بعد النكبة شركات إسرائيلية حكومية تمنع سكانها من الاستقرار فيها. بمنعونا الرمل كان بدنا، كل نوع ترميم بده انه تقدمي للبلدية وتقدمي لشركة تطوير عكا. احنا بدنا نستقل حتى نطمد البلد، بدنا دارنا تكون طابة مطوبة لنا. وانت بتعرف الطابة انتعت انها 49 سنة، هن لا بعتوناش الامكانية هاي. شعبنا تشرد بال48 ومش راح نتشرد كمان مرة، راح نضلنا في عكا مهما كان الثمن ومهما كانت النتيجة، مش راح نترك عكا.
لا تنتهي أطماع التهويد الإسرائيلية عند حد. فتحت غطاء الاستثمارات السياحية في الخانات والقصور والبيوت الأثرية يخطط لتهجير ما يقارب 200 منزل فلسطيني بحسب بعض المعطيات. أنه اليوم في غطاءات مختلفة من محل أنه تطوير البلد القديمة، تطويرها لمدينة سياحية، أنه نجذب أكثر ناس اللي هن أقوياء ويهود اللي يطوروا ويستثمروا في هاي البلد. اليوم تقدر تشوفي أنه أغلب الأماكن، حتى أماكن اللي هي تاريخية مثل خان العمدان وخان الشوني وأماكن أخرى، معدة أو مخطط لها أنها تكون فنادق. فاليوم في حديث على أنه كل البلد القديمة تكون فنادق تستوعب سياح من برا وتكون خالية من السكان الفلسطينيين العايشين فيها. العرب يشكلون نحو 32% من مجمل سكان المدينة، وحتى خارج الأسوار القديمة يمنع العرب من امتلاك أو استئجار المنازل في أحياء كاملة. هم بنظر السلطات الإسرائيلية شوكة في الحلق تسعى إلى اقتلاعها. كحجارتها التي صدت الغزاة عبر التاريخ، يصد أهل عكا مخططات التهجير والتهويد عبر بقائهم في مدينتهم. هناء محاميد، مدينة عكا، الميادين. النشرة انتهت، في ختامها تذكير بالعناوين. غرفة العمليات العسكرية في حلب التي يديرها ضباط من الموساد وضباط أمريكيون وبريطانيون وأتراك وسعوديون وقطريون قصفت بصواريخ كاليبر الروسية. الجيش السوري في استهداف قافلة مساعدات إلى حلب، ووزارة الدفاع الروسية تؤكد ألا مؤشرات على استهدافها. القوات العراقية تحرر عددا من القرى في قضاء الشرقاط وتتقدم إلى مركز المدينة. شهيد فلسطيني برصاص الاحتلال في الخليل، وتل أبيب تتحدث عن إسقاط طائرة لحماس فوق غزة. المزيد من الأخبار على صفحة الميادين في الانترنت، الميادين دوت نت، وباللغة الإسبانية اسبانول دوت الميادين دوت نت. إلى اللقاء.